بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. اليوم طلابي الأعزاء سوف نقوم بحل تدريبات درس ما أغلى عيوننا. سنتعرف على أهم المهارات التي أخذناها سابقا ونقوم بحل الأسئلة، ولكن أولا سنتعرف على أهم ما نتوقعه الطالب أو الأهداف التي نحققها في نهاية الدرس. أولا أن نكون قادرين على أن نتعرف على معاني الكلمات، وأن نحل تدريبات الكتاب بشكل صحيح، أن نرتب الجمل، أن نرتب الكلمات، أن نرتب الكلمات لتكوين جمل مفيدة. ولكن أولا سنقوم بقراءة الدرس قراءة تعبيرية، نسترجع ما تم أخذه في الحصة السابقة. هيا معا فلنبدأ. والآن سنقوم بقراءة درسنا ما أغلى عيوننا. ما أغلى عيوننا، عين الإنسان غالية عليه، فهي وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة. وأنت أيها الطالب تحتاج إلى العناية بعينيك، فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار. وعليك أن تقي عينيك، لذا لا تجلس بالقرب من شاشة التلفاز أو الحاسوب. وإذا شعرت بتعب أو ألم فلا تتردد في زيارة طبيب العيون. تحدثنا طلابي الأعزاء عن أهمية العين وكيف نحافظ على عين الإنسان، وتحدثنا أن عين الإنسان هي وسيلة لرؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة. وتحدثنا على طرق العناية بالعينين، أولا أن لا نجلس بالقرب من شاشة التلفاز أو الحاسوب، وإذا شعرنا بتعب أو ألم نقوم بزيارة طبيب العيون، ولا نجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ولا نعرضهما إلى الضوء الشديد. تحدثنا وقلنا معاني الكلمات. معنى كلمة تجهدهما أي تتعبهما، تقي أي تحفظ، وسيلته أي طريقته. هذه هي أهم ما أخذناه في الحصة السابقة. والآن طلابي الأعزاء نستذكر الأسئلة في حصة الاستماع. أولا، لماذا تعد عين الإنسان غالية عليه؟ تحدثنا وقلنا أن عين الإنسان غالية عليه لأنها وسيلته إلى رؤية الدنيا وإلى القراءة والكتابة واكتساب المعرفة. هنا أذكر طريقتين للعناية بالعين، أولا ألا نجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ثانيا ألا نعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار. ثالثا، كيف نقي عينينا من شاشة التلفاز؟ تحدثنا وقلنا أن لا نجلس بالقرب من شاشة التلفاز. رابعا، متى نزور طبيب العيون؟ إذا شعرنا بتعب أو ألم نقوم بزيارة طبيب العيون. هنا متى نزور طبيب العيون؟ إذا شعرنا بتعب أو ألم. والآن طلابي الأعزاء سوف ننتقل إلى حل التدريبات صفحة 81. هنا ألفظوا الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين نطق حرف الدال وحرف الضاد. هنا كلمة تجهدهما، هنا تجهدهما حرف الدال في وسط الكلمة. الضوء، الضوء، هنا حرف الضاد في وسط الكلمة. تعرضهما، تعرضهما، هنا حرف الضاد في وسط الكلمة. الشديد، الشديد، هنا نلاحظ حرف الدال في وسط وآخر الكلمة. هذه هي، سوف نقوم بقراءتها مرة أخرى. تجهدهما، هيا حاول، نعم ممتاز، تجهدهما. الضوء، الضوء، تعرضهما، تعرضهما.
الشديد، الشديد. هذه هي نطق حرف الدال والضاد. والآن أقرأ الجملة الآتية، أقرأ الجملة الآتية: فلا تتردد في زيارة طبيب العيون. هنا فلا، هنا هذه اللام، هذه اللام لا الناهية، تحدثنا وقلنا أنها هاي، هذه لا ناهية أي تنهانا عن فعل الشيء، هذه هي لا ناهية أي تنهانا عن الشيء، عن فعل أو القيام بالشيء. ولا تتردد يأتي بعد لا ناهية فعل مضارع. دائما كما تعودنا وتعرفنا أن الأفعال وهي فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر، تعودنا وقلنا أن الفعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. هنا فلا تتردد، تتردد هنا يأتي بعد الفعل المضارع، هنا يأتي بعد فعل المضارع دائما حركته تكون السكون، كما نلاحظ هنا حركته تكون السكون. هنا تستخدم لا ناهية تنهانا عن فعل شيء معين، وهذه هي تسمى لا الناهية. هنا لا تتردد، لا تتأخر، وهذه هي لا الناهية. لا تتردد في زيارة طبيب العيون. هنا التدريب الثالث: أصله ما في العمود الأول بما يقاربه في المعنى من العمود الثاني ثم أقرأ. تجهدهما تقي، وسيلته، هذه هي في العمود الأول. ما معنى كلمة تجهدهما؟ نعم ممتاز، أحسنتم. تتعبهما تقي أي تحفظ. وسيلته، ما معنى وسيلته؟ نعم أبدعت يا بطل، طريقته. والآن التمرين الرابع: أضع دائرة حول ضد الكلمة الملونة في الجملة المقابلة. فلا تجهدهما بالقراءة في الضوء الخافت، ولا تعرضهما إلى الضوء الشديد أو الغبار. هنا ما ضد كلمة الخافت؟ هنا الخافت ما ضد هذه الكلمة؟ نعم ممتاز، أحسنتم. الخافت أي ضدها. ما معنى كلمة ضد؟ أي عكسها. الخافت أي الشديد، ضد الخافت الشديد. ممتاز، أحسنتم. هنا التمرين الخامس: هنا أحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع. هنا سنقوم بتحليل الكلمات التالية إلى مقاطع. هنا كلمة الغبار شاشة تجهدهما. هنا سنكون من كلمة الغبار أربع مقاطع: الغبار. هنا نلاحظ أن كونا منها أربع مقاطع، كونا هنا أربع مقاطع وهي الغبار. شاشة هنا، شاشة هنا، شاشة شا شا تن. هنا شا جاء بعدها حرف مد، شا جاء بعدها حرف مد، ش هنا فتحة، تن تاء مربوطة، أصبحت الكلمة شاشة. ممتاز. تجهدهما، 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 سنقوم بتحليلها إلى مقاطع. هنا تج، هنا لأن جاء بعدها حرف ساكن. ممتاز. هد هنا برضو حرف ساكن، هو لوحدها، ما تجهدهما. ممتاز. هنا التدريب السادس: أركب من المقاطع الآتية كلمات وأكتبها. هنا لدي ط مقطع، لي مقطع، بن مقطع، أصبحت طالب. هنا كون من ثلاث مقاطع كلمة طالب: طارق، طارق. هنا كون من ثلاث مقاطع طارق: طاهر، طاهر. نلاحظ أنها هذه جميعها أسماء. نعم ممتاز، أحسنتم. هنا عديد، أصبحت كلمة عديد. شاء
دي دون. من ثلاث مقاطع كونا كلمة شديد. ح دي دون، كونا هنا كلمة حديد. وهكذا طلابي الأعزاء نتوقف إلى التدريب السادس، وفي الحصة القادمة إن شاء الله رب العالمين سنقوم بتكملة التدريبات. دمتم بخير طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني.